من لاعب رفضوا الأندية الصغير بسبب بنيته الجسدية الضعيفة إلى أفضل هداف في الدوري الإنجليزي. يسرى قادرة للوصول، يسدد لانه رياض محرز نسخة المعجز، واحد من أهم العناصر إن لم يكن أهم اللاعبين لتحقيق الدوري الإنجليزي. معجزة ليستر، رياض محرز نسخة ليستر الفتاك. أكيد بحياتك محرز متعك بمهاراته الساحر أو حتى أهدافه الخيالية، لكن شو بتعرف عن لاعب مغمور في شوارع فرنسا لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟ في أغلب مسيرته كانوا أغلب الفرق يتجاهلوا بسبب بنيته النحيلة، إلا أنه كان لاعب ذو مهارة عالية. في عام 2010 انضم محرز لنادي لي هافري في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، اللي كان معروف أنه بيأخذ مواهب وبيطورها، وهناك تألق محرز. بدأت العروض تنهال عليه، عرض من باريس سان جيرمان وعرض من مارسيليا، إلا أنه محرز رفضها، وهذا إن كان يدل على عقلية محرز الاحترافية وقديش كان خايف على مستقبله، لأنه كان يخاف يروح على هاي الفرق الكبيرة وما يكون إله مكان في التشكيل الأساس ويصبح حبيس للدكة. عشان هيك قرر الانتقال لفريق لوهافر وبدأ اللعب معهم للفريق الثاني، وبعدها عرف انه يثبت نفسه ويصعد للفريق الاول ويلعب 60 مباراة ويسجل 6 اهداف من عام 2011 حتى عام 2014. بينما محرز كان يلعب مع نادي لوهافر الفرنسي، كان مدير الانتقالات لنادي ليستر سيتي ستيف وولتش يراقب اللاعب ريان مينديز زميل محرز في الفريق، لكنه بالصدفة شاف محرز وشاف قديش هذا اللاعب موهوب وعنده مهارة فردية عالية، وعلى طول أعجب بالله. محرز اللي أصلا ما بعمره سمع عن فريق ليستر سيتي أجته الفرصة وأخيرة، وفي 11 يناير عام 2014 محرز يوقع أول عقد احترافي مع ليستر سيتي لمدة 3 سنوات مقابل 450 ألف جنيه استرليني. وكل الأقرباء من محرز كانوا كثير قلقين من قراره للعب بالدوري الإنجليزي، لأنه حتما الدوري الإنجليزي يختلف تماما عن الدوري الفرنسي بطبعه الحاد اللي يحتاج لاعبين قويين بدنيا عكس محرز تماما. والجميع كان يحكي له انه جسمك ضعيف جدا للدوري الانجليزي، لكن محرز كان رده على ارضية الملعب. اول ظهور لمحرز في 25 يناير عام 2014 تحديدا في الدقيقة 79، وعرف يسجل اول هدف له مع الفريق امام الغريم التقليدي نوتنغهام فورست، وهذا اللي جعله في التشكيل الاساسي طوال الموسم. وبفضل محرز ليستر سيتي بطل الشامبيونشيب ويعود للدوري الانجليزي الممتاز بعد 10 سنوات من الغياب. وهون بدت قصة محرز مع اللقب المعجز، موسم 2015-2016 الموسم اللي انفجر فيه محرز حرفيا. وفي اول مباراة له في الدوري ولسه من كلية هادي، محرز يسجل اول ثنائي على فريق سندرلاند. في المباراة الثانية امام وستهام عرف كمان انه يسجل، بداية ولا اروع لمحرز وفريقه. محرز كان عنصر اساسي في الفريق وعرف يسجل على جميع الفرق الكبيرة في الدوري، سجل على توتنهام. رياض محرز يتقدم والتعادل، وعلى تشيلسي في القعب الثاني رياض محرز، رياض يراوغ، رياض وعلى مانشستر سيتي ويحول الكرة إلى الأمام، لا زالت خطيرة عند محرز، عند محرز، عند محرز، يحرز، عند محرز يحرز. سجل 17 هدف وصنع 11 من أصل 68 هدف للفريق، وهذا رقم جبار. وبفضل كبير لمحرز ليستر سيتي حقق الدوري وأخذ جائزة أفضل لاعب جزائر وأفضل لاعب في إنجلترا. كان الموسم الأفضل لمحرز. لو حابين نكمل قصة محرز مع المان سيتي اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وهل حسب رأيكم محرز يعد أفضل لاعب محترف ولا في غيره؟